العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد رحلوا في الفلك عقل يرحل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد رحلوا في الفلك العالي، في الأرض لهم عقل يرحل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا. الحمد لله، الحمد لله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قدم نبينا على سائر الناس، وسقانا من هديه على بكاس، وجعلنا من أمته خير أمة أخرجت للناس. أحمده حمدا يدوم بدوام اللحظات والأنفاس، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها ليوم مجموع له الناس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الناس وسراج الهداية والنبراس. صلوات الله وسلامه عليه ما ماس من ياس، ومسحت يد براس، ودام سبح وإغلاس، وعلى آله وأصحابه ليوث الباس، البرة الأفياس، لا سيما الصديق الثابت يوم ردة الناس، وعمر القاهر الجبابرة الأشراس، وعثمان الصابر يوم الشهادة على مرير الكاس، وعليا ذا النجدة والشدة الباس، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تلا تالي. يا أيها الناس، وتعطرت الأفواه بذكر الله، والصلاة والسلام على سيد الناس. أما بعد، فيا من نحسبهم واسطة الأشلاك، وبدور الأحلاك، ودراري الأفلاك، ومن أمسوا نجوما في الدياجي ومن أمسوا ضيوجا في الدياجي، وقد أضحوا نجوما في الأعادي، يكاد الضد يخفيهم، وتأبى بدور التم أن تخفى بنادي. سلام الله يخشاكم جميعا مع الرضوان، ما مزن تهامة. سلام لفظه عسل مصفى، ومعناه كأرواح الخزامة. سلام يعود به العائدون، ويبقى سداه بريح الحجون. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كلما دارت ببدر التم داراته، كأن الورد رياه والشمس هالاته. حياكم الله وأحياكم، وحمى حماكم من الغير. ما بدا النجم في الدياجي، وأضاء الشمس والقمر، أسبغ الله عليكم نعمه الوافرة، وأحياكم من خير الدنيا والآخرة، وحباكم من خير الدنيا والآخرة. أمدكم الله في العافية، وسير الدول العدا عافية. أسكنكم ربي بأعلى منزلي، جوار أحمد النبي المرسلي. سلوا عليه كلما غنت الحمام في الحمى، أو لاح البرق المغربي. سلى عليه ربنا في الملأ المرتفع، وآله وصحبه وتابع متابعي. انت كذب ضدك مش دتوينة مش سوي يميت دمان ان والدين علماء طلبة العلم وحا شرف واه معهد امام النووي الاسلامي ان حفلتنا انو قبطه كان عيسو نيفاس وحان إذن لأنها يكسو دوادا حفلدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحان كوب بالعوانا إن حفلدا إن شاء الله تعالى آيات من القرآن الكريم. حفلدا شعارك يدو حاوي، وأما بنعمة ربك فحدث، إن آيات من القرآن الكريم. وحان آخرين دونا محسن يوسف، فليتفضل مشكورا محفوفا بعناية الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عيد بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي ولا نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي ولدني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار جزاك الله خيرا خير الجزاء وحنا وحيدا إن شاء الله تعالى كلمة الترحيب اللغة العربية كوبا حيسو وحنا نأخذ دونا مسعود أحمد شيخ فليتفضل مشكورا محفوفا بعنية الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه الحمد لله مدى الدهور وعلى مر العصور سبحانه جل وعلا القائل في محكم تنزيل
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، أيها الحفل الكريم، نحييكم ونرحب بكم جميعا، فأهلا وسهلا بكم. حللتم أهلا ووطئتم سهلا. ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ضيوفنا الأكارم، أهديكم سلاما خاصة، سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا. فمرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، وحي هلا بكم. ونقول لكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. أيها الإخوة الأحباب، من كل قلب يمتلئ بالحب، وكل عينين تشعان بالصدق، وكل لسان ينطق بالحق، نقول أهلا بالضيوف الكرام. ترحب بكم عرانين جدة وبطاحها، فأهلا بكم أيها الحضور الكرام، فأهلا بكم كلما نبست شفة أو رفت عين أو خفق قلب بحب، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنس وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وإلى هنا انتهت مقالتي، وشكر الله حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا وحدة إن شاء الله تعالى كلمات قصار سن أهمية تعليم لغة عربية، وحنا نقيم ضمن فايز عبدي دولا فايز دول عبدي. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفصح العرب رسالة وأبلغهم بيان قائل إن من البيان لسحراء صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل قائل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتهون. أيها المسلمون، إن اللغة العربية ما كانت تقصر عن وصف العبارات وقدسة انفردت بها عن سائر اللغات، وهي محفوظة بحفظ كتاب الله الذي حفظ لها وجودا متميزة قالت، وهي محفوظة بعناية للباب وملائمة للعلوم والآداب، فهي عذبة الألفاظ الجميل معاني حقا. إنها لغة القرآن العجيب، من دخل في جوف غزارتها وجد متعة البلاغية والرحابة اللفظية. قال الله سبحانه وتعالى
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن اللغة العربية شعار الإيمان، ولقد القرآن اقتاره الله تعالى وعاين لشريعته، ولقد لأفضل رسوله صلى الله عليه وسلم، فعناية بها من أفضل القربات، والاهتمام بها من أولى الأوليات لتعلقها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء على من اشتغل بعلومها يحصل به أجر عظيم وثواب جزيل لما يترتب على معرفتها من المقاصد الشرعية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا اللغة العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المرية. وقال أيضا: تعلموا العربية فإنها من دينكم أيها المؤمنون، لغتكم لغة القرآن، استعبد شريعة الله وتعالمي، فلا تكونوا قادرة على الحمل الأمتعة، دنياكم إنها بحر مترادم. ووالله إني لا أعرف ناس أجانب يتمنى أحدهم أن ينطق العربية بذلاقة أهلها. فاللهم زدنا حبا للغة القرآن، وارزقنا فهم كتابك والعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لداعتك وداعة من أمرتنا بداعتك. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا وحيد أنت كلمة قابل أو كان ليس بالتقوى، وحنا أخذ أنت بشهر محمد حسن. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا وقبل كل شيء أقول لكم وأحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسار عنوان خطبتي عن التقوى، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التقوى في كتابه الكريم في النيف 50 و100 آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ففي مسند أحمد بسند صحيح وصححه الألباني من حديث عرباد بن صارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدنا موعدة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: كأنها موعدة مودع فوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله سمعا وطاعا. قال ابن رجب رحمة الله عليه: أوصيكم بتقوى الله سمعا وطاعا. قال: هاتان تجمعان كلمة الدنيا والآخرة. قال: إما التقوى. قال: التقوى هي كافلة على سعادة الدنيا والآخرة. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال شاعر: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصلت، ليس من يقطع طرقا بطلا، فإنما من يتق الله البطل. إذا المرء لم يلب ثياب من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. ومن لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: يريد المرء أن يعطى مناه ويعطى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي،
وتقوى الله أفضل ما استفادا. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن أقولها إما حد كحلقة برت اللغة العربية مواديسة، وحاجة كتب بعض الأدب ومعه كلاقو أخرية، وحن أقول كتاب لامية العرب للشنفر، وحن أخذ دون تجويري عبد الشيخ عبد الرحمن حرسين. بسم الله. أقيموا بني أمي صدور مضيكم، فإني إلى قوم سواكم لم يلوا، فقد رمت الحاجات والليل مضمر، وشجت زديات مطايا وارهل، وفي الأرض منا للكريم عن الأدى، وفيها لمن قاف القلام تعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ صرى راغبا أو رائبا وهو يعقل، وليدونكم مال نسيد عمل لسن، وأرقى تزلول وأرفع جيئل، هم الآن لا مستودع السر دايع لديهم، ولا الجانب ما جار يقدل، وكل نبي باسل غير أنني إذا عارضت أولي الضرائد أفسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجالهم إذ أشجع القوم وأجلوا، وما ذاك إلا بسطة عن تفضلي عليهم، وكان الأفضل المتفضل، وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربي متعلل، ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبياد إسليت وصفراء وأيضل، هتوف من الموسم المتوني يرينها رسائل قد بيدت إليها ومحملوا، إذا زال عن السمع علت كأنها مرزات نجلة ترن وتوبل، ولست ببيا في وعشي سوانه مجدعة صبان وواي بهلو، ولا جوب إنك مرب بعرسه يطالع وفي شاني كيف يفعل، ولا خارق نيق كأن فؤاده يظل بإنكار يعلو ويسفل، ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهلا يتكحل، ولست بعل شر دون خيره ألفا إذا ما رتوا تاج عزلوا. ما شاء الله. ولو حكوا جمع شعار تنسيقوا دينا إن شاء الله تعالى عنوان الحكم وحانو أخذ دونا عبد الشكور حسن محمود، فتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن من الشعر لحكم. أريد أن أقدمها إليكم أبياتا من الشعر للشيخ محمد بن علي بن حسين المعروف بنونية البسطي. قال الشاعر رحمه الله:
زيادة المعروف في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران. ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وعن سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته منهم صفح وغفران. وكن على الداهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن وإن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على حقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. من مد طرفا لفرض الجهل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. من عاشر الناس لاقى منهم نسبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا الدهر خوان. من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر قو برهان. من يزرع الشر ويحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم سل وثعبان. ورافق الرفق في كل أمور، فلم ينذم رفيق ولم يذممه إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحمد الله وينا إن بدن بالسوق أي واحد والله آخرين جري خطبوي ما بدن ما سوي دقيس لنا هذا حصلنا أي أونا حوارات كي معتل قبرنا أي يو حالي لا بد قادن جري حبوك بحاي مركا وحن كوب الله وينا الحوارات لا ولا حوار وذا قادنا أي وحنا ويا عبد العزيز عبد الجامع يو عبد الخير آدم هذا الشخص هو جبي هو يسمى عبد العزيز معروف وايضا اسمه يسمى عبد الغير. استلم مني التحيه المغروطه بماء الحياه والاحترام التحيه، لو كتب في قلم لانفجر، ولو نطق في اللسان لانقضى لعظمها ولشانها. وهي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يرى القمر كأنك ارتديت ثياب ونعل وما يسمى يعني كل شيء، وأنت تشبه في القلم. أراك إذا كيف حال؟ كل شيء على ما يرام، ولكن بالغت في التحية وقلقت عينية وغافرت سحور التحية والوفور. يا بديل لسان بدأت تهدات شفوية، ولا معركة الجديد، ولا جدال في أنا لبضل لا يفتر بناري ولا يشرب بماي. أخي الفاضل خلينا نترك المعاكسات ونتعارف بيننا. تفضل يا رجل.
ايوه، وما اولا هل تقدر ان تذكر لاسمك القائل؟ نعم، اسمي معروف عبد اللطيف، وادرس هذا معروف مع الامغاوي، ولكن اسمع مني قول وعي، حدثني فانه عجيب ومضحك. ايوه وما هو؟ انا ليست ليس في كسايتي تغرب، ولكن انا اقول لا يوجد في الارض ولا في السماء لا يوجد شخص يجادل الحوار حوار لدي. ايوه لكن اخي قلت لي من هو مع الاسف، لكن اين اراك انك لبست حتى كل شيء؟ ما الذي اصابك وماذا تريد هذا المكان؟ على الساقنة فكيف احتاج الى من يرزلني هذا المكان؟ اراك انك يكون كل شيء مع الاسف. اين تسكن اذا؟ افضل ان اعيش في الريف. ولم تفضل؟ احبها جدا. واين اولادي؟ واولادي جميعهم يعيشون في الريف. واين ايضا انني كما تعرف، لما لم تحب ان تكون اولادك في المدينه؟ خوفا من ان يتعلموا اخلاقا سيئه، لهذا اختار اولادي ان يكون عربيين فضلاء، يحترمون من اكبر منهم سنا، ويتقلدون تقاليد ابائهم، حيث ابناء المدينه لا يعرفون شيئا من تقاليد ابائهم واحترام الكبار. أراك أنك ما شاء الله جدك وقيرة وجدت قيرة. ألا تدري أن الريف والمدينة لا يشتركان كمثل المشرق والمغرب لا يجتمعان أبدا؟ إذن اعلم أن المدينة أفضل من الريف. وإذن وأين بلد؟ لكن أنا حاليا كنت أعيش في هذا المكان وذاك وحال المكان وحاليا، لكن هذا وقت الشدة وقت الحرارة. لماذا تسنحني؟ أعطيني نصيحة. فلا بأس ونصيحك أن تبدل أولادك هذا المكان أن تسكن هذا المكان، لأن هذا المكان لا يبقى حالك الأفضل، وبالتالي أراك أنك جاهل جدا وفي وجهك جاهل. أنا أنصحك أن تبدل أن تعلم اللغة العربية ومتونها، لابد أن تجيء أو أن تعرف اللغة العربية أو أنت معروف عبد الإيمانوي، وبالتالي أنا تدري أنا معروف مع عبد الإيمانوي هي ما يسمى في ناحية غالس، ما يسمى أيضا في ناحية صنع. أنا أنصحك أن تدرس معروف مع عبد الإيمانوي. أخي أبنائي دائما يقولون في الريف، وهذا مما أحبها جدا، فإن في كلامك المحرك في قلبي كراهية له، ولم أفكر طول حياتي، ولولا انضمامك إلى فضي وفضي جزا وأسأل الله ألا نلتقي بعد مقامنا هذا. فلا بأس عليك ما شاء الله، اعلم عليك أنك تكلمت على مدى جهلك. أقول لك بصراحة تكلمت على مدى جهلك، تدل هذا القضية أنا وأنت ما تفهمنا أصلا، أنت الراعي القلب وأنا الساكن المدينة، أنا وأنت ما نقص أبدا، وبالتالي إضافة إلى ذلك تقول هذا قضية أنك جاهل، وقيل قديما من تحدث من لا يفقه كمن قدم ما يجلس طعام لأهل القبور. أنت أهل القبور وأنا أهل القبور. من أهل القبور؟ أنا سأقول في الريف أولا. ما شاء الله، محارة عندنا عبد السلام عبد الرحمن إيو إن شافعي مات، فلتفضل مشكورا عليك بسرعة. رحمة الله وبركاته. أخي كيف حالك؟ حالي طيب. أخي أراك أنك تفكر هذه الأيام، ماذا أصابك؟ ولكن يا أخي زوجتي ماتت وأنا أفكر وأنا أسف بذلك. لكن أخي ماذا أصابك؟ لازم علينا كل شخص يموت، ماذا أصابك؟ اصبر، أقول لك هكذا وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن يا أخي إذا ماتت زوجتي أنا أسف بذلك وأنا أبحث زوجة أخرى. لكن أما تعرف لدي بنت عمرها 80 دين وأنا أصعديك، لا بأس، لا تفضل هذا الفتية امرأة التي ماتت. ولكن يا أخي أنا أسف بأن إذا أنها أصبحت خلقها غير حسن فماذا أفعل؟ لكن أما تعرف أنا أعرف أحوال بنتي، ولا تقول هكذا وإلا سأضربك، أما تعرف من أنا. كنت أعرفك يا أخي وأنك خلق سيء وأنك ليس لديك خلق، قلت لك هذا يا أخي.
ما تعرف من أنا الذي كان الإمام الشافعي؟ الآن ما سمعت اسمي عندما أكون معك. نعم سمعتم أنا أخف ولا تضربني يدي. لكن لا تخف ولا تحزن، ما أريد أن أذرك الليلة، أريد أن أعطيك بنتي. كيف أضربك؟ ولكن يا أخي دع هذا البنت، وأنا ما أحب البنت. إذا ما تريد أراك مهموما فيما تفكر. أفكر في حالة المسلمين هذه الأيام، لقد أصابهم ضعف شديد. فعلا فقد كانوا أمة واحدة فأصبحوا دولا عديدة. ما أسباب هذا الضعف في رأيك؟ هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية، أختر لكي أفسرك جيدا. لنبدأ أولا بأسباب الداخلية. أهمها ابتعاد المسلمين عن الإسلام وكثرة الاختلافات والمنازعات بينهم واشتغالهم بما لا يفيد من العلم. وما أسباب الداخلية الخارجية؟ أسباب الخارجية كثيرة، على رأسها الاستعمار والاستشراق وغزو الثقافي. ما العمل؟ كيف يرجع المسلمون على عهد قوة؟ إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالعلم والكتاب والسنة. إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالكتاب والسنة، هل هذا ممكن أن يرجعوا إلى دينهم؟ نعم ممكن بإذن الله، فقد بدأت علامات ذلك. لكن كيف نبدأ ونقول أيها الناس ارجعوا إلى دينكم لكي يتعذوا وسعانوا بالكتاب والسنة؟ سنصيحهم إن شاء الله فلا حرج. إن شاء الله وأنا سأكون أهلاً. إن وحال مذيعنا أهلاً بالله دولة فيصل عبد إبراهيم، فلتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم باليمن وبركاته. تشاهدون قناة النبوي الأخبار في وسط الغارسة، معكم اليوم ماهر بن سليمان. مشاهدين الكرام، أهلا بكم وسهلا بأبرز العناوين. تجهز عاصمة الأمريكية واشنطن بالتنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب. أثني الخبراء الاقتصادية متأخرا على الاستقرار الاقتصادي لكينيا. إيران تنتقل دورها اليمن والصومال، واقفا نشاطا للغزوة. موعد مباراة مصر وسوريا. وإليكم بالتفاصيل. أثني الخبراء الاقتصادية متأخرا على الاستقرار الاقتصادي لكينيا. تجهز عاصمة الأمريكية واشنطن بانتصاب الرئيس الجديد دونالد ترامب. أرسل إلينا مراسلنا إبراهيم محمد، لديه مزيد من التفاصيل. تتاهب العاصمة الأمريكية واشنطن والأجهزة الأمريكية الأمنية لتنصيب رئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. ظهر الجمعة المقبل من 20 من الشهر الجاري تنصيب ترامب، يبدو أنه لم يبرق تنصيب إسلافي، حيث تتوعد 26 ألف عنصر. تنصيب ترامب يبدو أنه لم يبرق تنصيب إسلافي حيث تتوعد 26 فعالي احتجاجا، وتتوقع أجهزة الأمن الأمريكية أن ينزل إلى الشوارع أكثر من 40,000 شخص عنصري. وتظاهر أيضا آلاف مساء الخميس ليلة تتناثر في العديد على تجهيز الانتخابات لرئاسة دونالد ترامب. وذكر شبكة CNN الأخبارية أن العديد من المتظاهرين احتجوا أمام البيت الأبيض في واشنطن، مرددين شعارات منهضة لدونالد ترامب بين حب ترامب كرهية، فيما حملوا بعضهم لافتات كتب عليها ليس رئيسي. وفي لوس أنجلوس تظاهر مئات الطلاب الرافعين لافتات كتب عليها تخلو عن ترامب وحب ترامب كرهية. ومعكم مراسلكم إبراهيم محمد، قناة نبيل الأخبار واشنطن. موعد مباراة مصر وسوريا. تقام مباراة اليوم الماضي بين مصر وسوريا في تمام الثالثة عصرا بتوقية القاهرة، وهي المباراة السادسة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة بعد خاض أولى مبرياته أمام بولندا، وانتهت بتعادل إيجابي، وأحرز هدف مصر الوحيد أحمد شيخ لاعب النادي مصر المقاصة، فيما انتهت مباراة الجولة الثانية مع كندا بأربعة أهداف
دون رد، ثم تعادل سلبيا مع منتخب سوريا ليتأهل المبريات ربع النهائية، ويلاقي في منتخب الجزائر ويفوز عليه بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، ثم يلاقي منتخب عمان وينتهي الوقت الإضافي بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، ويذوب المنتخب العماني بركلات الترجيحي ليودع المنتخب العسكري البطولة، ويخوض مباراة تحديد المركز الثالث اليوم. إيران تنتقل دورها اليمن والصومال واقفا انتشار الغزوة، أرسلت إلينا مراسلتنا سودة، لديها مزيد من التفاصيل. إيران تنتقل دورها اليمن إلى الصومال واقف نشاط الغزوة، فجاء المشهد الأعلى الإيراني على الغامنين مجموعة دول السد بإعلان نفاذ الموافقة على تفتيش دول المواقع العسكرية في بلاده، وقال في كلمة أدعت يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة تريد تدمير الصناعة النووية الإيرانية في وقت انتحار دوران إيراني اتفاق النهائي في شأن دوري بحلول الثلاثيين من هذا الشهر أي يوم الثلاثاء المقبل. والثابت أن الغامنين يراهن على عنصر المعضلة الاعتقادي بأن مجموعة دول السد سترجع إلى رين وتسال في آخر الأمر، ويبدأ أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بحاجة إلى جهود الظهران عن أساسية وكانت الطاقة الذرية الدورية إضافة للأمور المتعلقة بالسلاح النووي. وربما توقع المشهد الأعلى أن تقفيها الدول بإعلان مكرر وقول أن تصنيع القنبلة أمر مخالف للتعاليم الإسلامية. سود عبد الرحمن حيث فارح قناة النووي في أخبار إيران. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا اليوم، وبمن يريد بالتفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت www.imamunawi.co.ke، وإلى اللقاء. برنامج التجاهل المعاكس ونناقشه برنامج يتعلق بالصحة وفيهم الضيوف الكرام. أولا نرحب بالضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لدينا اليوم برنامج التجاهل المعاكس، وقد حضر اليوم ضيف كريم، منهم الرئيس والوزير ومنهم واحد من العقلاء الشعب. بعد أن ندخل الموضوع أرحب الرئيس. أشكركم على الجميع، اسمي سلاد محمد محمد، ما إن شاء الله أفضلكم أيضا. شكرا. أرحب أيضا الوزيرة. أشكر الله وأشكركم جميعا للمشاهدين والمساهمين ومواصل أيضا، فأنا وزيرة الصحة للمدينة القارسة خاصة في المستشفى الدولية في هذا المجلس الجميل. شكرا. أرحب الأيد الدكتور. أشكر الله وأشكر جميع المشاهدين والمسامعين والمواصل أيضا، فأنا ناطق الأطباء أو نائب الأطباء في هذا المجلس الجميل، فنحن في إيقافة العمل عن المستشفيات وإلى هناك. وأيضا فيهم واحد من العقلاء الشعب وأرحبه أيضا. أشكرك وأشكر أخوة المشاهدين، وأتمنى أن نستمع ونستفيد من هذا اللقاء، فأنا ناطق باسم الشعب واسمي عبد الرحيم علي آدم. شكرا لكم جميعا. أولا السؤال الأول، نبدأ الرئيس اعطنا تفاصيلا مما صنعت منذ ولايتك من التطورات مما يتعلق من الصحة. انبلاقا من مقولته مراقبا لدي الجميع وخاصة أهل الحل والعقد، وبالتالي الأفضل والأحسن لأخي السائل بأن ينطق مسألته قبل أن تصدر من جعبته قبل ولايتي في منصبي. لقد عملت عملا لدى الجميع. إذن وأسألهم أيضا الرئيسة الوزيرة، أن أيها الوزيرة، ذكر الرئيس أنه قد دفع ملايين فلوسا ولبناء المستشفيات وإعطاء المساكين حقهم، وهل صنعتم بذلك؟
وقد دفع الرئيس فلوسا، وبعدما وجدت هذه الفلوس أعطيت للنائب الضبيبة. إذا فنسأل النائب الضبيبة كيف يستعمل هذه الفلوس. شكرا لك الدكتور. السؤال عندك، قالوا ما قالوا من قبلك وكنت مستمعا، وهل أنتم تجدون مما يسد حوائجكم؟ أولا فنحن في إيقافة عن المستشفيات، في إيقافة العمل عن المستشفيات، وما نعود إليها إلا أن نجد مما نطلب بعدم هذه الأسباب. فمن الأسباب الانتقاض راتبا حسنا ولا يكفينا ولا يصد حوائجنا بقلة الرسوم وعدم الإجازة عن الشغل وتشديد الوظيفة في أثناء المستشفيات وعدم الاحترام عن الوزارة والضغط علينا. شكرا. أسألك عبد الرحمن، اختلفوا الرؤساء، منهم من قال قد أعطينا كل ذي حق حقه، ومنهم من أنكر، وهل الشعب يجدون حقهم؟ فأنا باسمي ناطق باسم الشعب، مشاكل الصحة التي نعاني كشعب منها كثيرة جدا لا يحصى ولا يعد، منها قلة الأطباء وعدم الدواء في المستشفيات الحكومة، ولا ندري ما السبب. الأسباب كثيرة. هذه المقالة التي قالوا أمامنا أنا أكذبها بجملة. لماذا؟ أني دفعت فلوس كثيرا، نؤيد هذه ونشتكي هذه الوزيرة، لماذا أنها أين ضيعت الفلوس؟ مالا يا سيدي مالا. أسألها سؤال الطبيب الدكتور، قد سمعت مما قال الرئيس، وهل تنكر بذلك أنه قد قضب أيضا؟ المشكلة الأولى أننا الوزيرة قد دفعت فلوسا قليلا ولا ندري إلى أين ضيعت فلوس الآخر، ومع ذلك لا نجد الفصحى في أيام العضلة في الأسبوع، يوم السبت ويوم الأحد، ولو لم يجد هناك أشياء خطيرة من أجل الضغط علينا وخاصة الوزيرة الصحة، ليس بينها وبيننا علاقة ودية موثوقة، وما ترى أصلا بلقائنا من أجل السطوة والسيطرة، ونحن نعتبر على أنها أخذت الرشوة من الرئيس الإقليم، ونقول لهذه الوزيرة إلى أين ضيعت هذه الفلوس. عجبا مما قال الدكتور، وهل تنكرا؟ كوزيرة الصحة كانت بيني وبين صف الأطباء علاقة محبة والاحترام والتكيف في جميع المعاملات الإنسانية، وبإضافة إلى ذلك فأن قائد الأطباء قد حولت إليه تكاليف السنوية للمشروع التمريض، ولأجل هذا فقد افتتح صيدلية له بالمبلغ التي أعطته حكومة. كذب وافر، ليس بيننا وبينها علاقة، هذا أقول على أنها كذبت وهذا كذب وافر. لكن هل تنكر على أن عندك صيدلية خاص؟ لدي صيدلية خاص، ومع ذلك ما أخذت بدواء المستشفيات، نحن أغلقنا بأبواب المستشفيات، وعلى ذلك أنني أنكر بكلامها وهي تقول علاقة بيننا، هذا كذب وافر. أنها اتصلت مرات كثير، ومع ذلك أرى أن هاتفها مشغول، ومرة أخرى قد أخذت الجوال وما تكلمت معي، وأنها قالت أنني مشغول، وهذا ما أقطع ما أعطى كلامك، لكن الناس يشتكون على أنكم تعطون بدواء يعني انتهت منذ استعمالها. لا، هذه المشكلة جاءت من جهة الرئيس ومن جهة الوزيرة الصحة، نقول على أن هذه المشكلة ستكون على هذه الوزيرين الرئيس والوزارة الصحة، ونسأل هذه سؤالاتهم. شكرا. نسأل سؤال ثالث عبد الرحيم، ترى مما وقع الآن وقد اختلف بينهم حتى قد غضبوا بعضهم، إذن ماذا تقول أنت؟ فأنا أقول وأؤيد بعض مقولة الدكتور، نحن كالشعب كما سمعنا من الإذاعات المحلية والعالمية أن حوالي 5000 من مختلفات المستشفيات العامة في البلاد لم يحضروا إلى العمل، كيف تحللين هذه القضية كوزيرة الصحة وأنت كرئيس الإقليم؟ أريد جوابا لهذا السؤال. وثاني، من جانب آخر الحكومة تقصر مليارات بسبب الفساد في وزارة الصحة لأنها غير راغبة في تحسين الرواتب موظفيها، لماذا لا تعطون هذه الفلوس للأطباء المحتاجين لها؟ أنا رئيس كنت مستمعا مما قال هذا الأخ،
وهل نقول أنك ضيعت على وقتك وكنت مستحقا أن تترك المنصب؟ حسنا. أيضا أن الدولة إذا خرجت من مشروع أم الفلوس عادتها أن تنفع الناس أشياء للفلوس كالمثل الدواء أيضا. ونقول أن هذا نؤيد هذا الشخص دكتور أنه له صيدلي ويأخذ في المستشفى الدواء ثم حتى نفسه يشتكي من الدولة. يشتكي إيش؟ نعم. أيوة أنه كاذب هذا، أنه الذي سرق الفلوس، الذي سرق الدواء هذا. هذا أيضا أنا لابد أن يشتكوا أن الشعب يعني اللي هذا الدكتور والوزير، لكن يشتكوا بقلة الفلوس. لقل الفلوس. هذا نسأل هذه الرئيسة، قد دفعت فلوس 120 مليون كينيا. أيوة سوف نسأل. أنا يا أخو لما الرئيس الإقليم ما يريد بتطور الإقليم وطفرته، لما؟ لأنه عين العضو الصحة أحد لا يليقنا هكذا الوزير، وزد على ذلك أنه أكل وتصرف بأموره الخاصة بميزان السنوية للصحة. أضف إلى ذلك شيئا أصعب من هذا، أنه هو الذي سرق وباع بدواء المستشفيات وأكل بدراهيمها. فعليك بأن تعزل نفسك وأن تترك هذا المنصب الذي لا تستحق به، وإلا سنحبسك مع مدة حياتك بعد المحاكم الدولة. أيوة إذن أعطوكم فرصة لكي تجادلوا معا مرة واحدة دقيقتين. نبدأ الرئيس. أيوة حسنا، نؤيد ونشتكي هذا، نؤيد ونشتكي هذا. له صيدلي ونقول له ارجع الدواء للمستشفى وإلا سألبسك في السجن إن شاء الله. لا تستطيع بأن تلبسني، أعرف على أنك رئيس علي، وعلى ذلك أقول لك بكل صراحة إن كنت سارقا ما بعد اليوم لا تكون سارقا، وإلا سنحبسك مدة حياتك بمحاكم الدولة بمحكمة هيك. لا، لماذا؟ لأنك الدكتور أليس أنا الذي يعني أتيتك في الشغل، سوف تترك إن شاء الله في الشغل بإذن الله الكريم. ولدي قوة وأستطيع بأن أحكمك، وستكون إلى السجن إلا أن تكون عجوزا. لا بأس بذلك، إذا أمسكت مني المحكمة لا بأس سنجادل، لكن لا أترك في منصب الرئيس. لماذا؟ لأنك الذي سرق الدواء يعني أن ينفع الناس، وأنا نحن نشتكيك. وسنجتمع وسنرى الذي يستطيع بأن يسجن شخصا آخر، وسترى وستجع وستكون إلى محاكمتك. ستكون مجادلتكم واصلة، لكن أخيرا أرحب واحد من الشعب عبد الرحمن، وماذا تطلب من الدولة؟ لدينا الرئيس اليوم وزيرة الصحة، ماذا تطلب منهم؟ فناطق اسم الشعب أنا أقول هذه الحكومة ليس لها مجلس استشاري ومجلس الأعيان ومجلس وقاية الكوارث. هذه حكومة فاشلة بجميع عملياتها وخطواتها أيضا، وهذه حكومة متخلفة إنسانيا ومتخلفة ماديا ومتخلفة تكنولوجيا. وأطلب أيضا رئيس الإقليم بإلقاء إدارة الصحة الفاشلة خاصة. أشكركم جميعا. شكرا. والآن أسأل أن أريد بوزيرة الصحة، وماذا تنصح بدولة وماذا تطلب من يعني من الدكتور ومن معه؟ أرى أن الرئيس يستعمل بالكذب انطلاقا مما صدر من جعبه، فهذا واضح كوضوح الشمس، ويعرفها أهل الحل والعقد بأن هذه كاثرة، فقد أذى بها رئيس الإقليم المشهور لدى الجميع، وهذه قد توافق الحكم العربية حكم العربية التي تقول من رعى قلما في الأرض المسبعة ونام عنها تولى رعياها أسد. وهذه ضياع النضغة على ثقة الأسل المنفصلة. شكرا لكم أيها الضيوف الكرام، وأشكر من المساهمين والمشاهدين أيضا، أقول لكم شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء. لأن وقتي ودي راضي، لكن حرجينا إن شاء الله تعالى ننسوق بقبينه كلمة أرضوه حنكسوق بقبيننا هل كلمة وكلمة الشكر المعهد إمام النووي عبد الفتاح محمد دوو، فتفضل مشكورا.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فها أنا أمامكم وأريد أن أقرأ عليكم بكلمة الشكر للمعهد وللمدرسين. شكرا للمعلم الذي ربانا وبكفه كأس العلوم سقانا، أفنى من الزمن الجميل حياته لنكون نجما في سماء زماننا، أضاء لنا بين الذروب مشاحلا شحت شموع العلم في وجداننا، لولاه بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان، ما لولاه بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان، فتراه ناصحا ومربيا ومعلما يعطى بدون ثواب، فتراه ناصحا ومربيا ومعلما يعطى بدون ثواب، فله المحبة والوفاء مبجلا، وله الدعاء بمهجتنا ولساننا. أستاذنا الفاضل، لك منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر على جهودك الثمينة القيمة، فأنت أهل الشكر والتقدير. أستاذنا الفاضل، لذا نقدرك على جهودك الماضية، فأنت أهل الشكر والتقدير. لولا أننا أوتينا كل بلاغة ونطقنا بحر النطق في النظم والنثر، فرنوا فيك حقك، وكنا نريد أن نكتب بما يليق بك، من الصعب أن نكتب بما يليق بك، فمكانك أكبر من ذلك. عرفناك أخ عزيز وقلب حنون، وتوفيقنا مهما كتبنا ومهما قلنا، فرنوا فيك حقك. كل الشكر والعرفان والتقدير لك، بارك الله فيك وفيما أعطاك، ونفع بعلمك الجميع كله، وجعل خالصا لعملك لله تعالى. شكرا مفتاح، ما شاء الله. وحان رأينا نكسو رويو هذا إسماعيل محمد قرات قريو أو طالب دكتور معهد إمام النووي أهانا ماهر كريم قارضة قارسو، ما كيف لتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرت شرفت هلكن سوو ماتي معلمين تيدا أرديدا أو ماتي قبلي يرحب له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تونتي عاد من أوفر السنة هاي أني وعاد معناها فري هدا فري إنه ميركي هوري يحمى هي أردي بان هاي أردي أو ماتي طالبة أو ماتي لغة العربية ماتي برنا هايو معهد كإمام ماتي نووي مركا رونتي آد من أوفر حسنا هاي محالة حفلات فرب ذا ماكي قبق لي وقت يعني حلك هاي، لكن حلال كلو أو مركا حلك هاي ماتي ميلو أو مدرسوين كي مات حفلات نوع ماكي قبق لي جري، لكن ما أنت أنيو أردي oo xafladii u horeysay oo aan ka qayb galo aniga maatay arday ah oo maxadkeygana maatay in arday taqriban ilaa 26 ay qalin jabiyeyso. Horta waa fursad qaal ah, waana fursad muhiim ah oo na lagu qori doono maatay baaldahba lagu qori doono maatay taariikhdeeda. Marka runtii aad baan faraxsanahay, waxaan leeyahay maatay kuwa maanta qalin jabinayaan in hambalyo in adduunyada waqtiga aan joogno waxa way horta cilmiga in la barto kuma xadad ma laha. وما أتدبى كليه ما أتي أن أرضي من عنكره وأن دقوبي أن تأدي بهرب بدتي شكنا عسى، لكن حاول رنتي علمي قاسة ولا علمي مادي قاد بنو برناي، لكن علمي مهم كه أو نلويدين دانه الدنيا دني أقرب ولا وضع حنو أنفع عيان ولا للوادين تسلم كه قاسة ماشي هرقل كه أنا وحاول لغة عربي عربي نام برنو وحاول ولغة الجنة ولغة ما القرآن كان كريم كل وسود الجي marka meelo badan bay ku waanficii marka runtii waxa way maatiinan ehtimaam siino oo maati aan barano taas loo baahanyay
إمام نووي رنتي هدا حلمها يوم لكن دقي هرم قال لنا هاي بلان وحاجري أنا هجاجنة أولي لما أتجارسها integrated plan بجري أو ما أتجارس advisory plan وحن سكدي هذا حلمها لكن وحن آت هذا قلبي جين تنمشى في دي أنا أرجع لهذي إمام نووي مشى ده كوجنا وملك راه رنتي مستقبل كده بدل هدي اللي هجاجنة هيو بلان كانوا وسعوا ضايو بلان ملف عم بمرايا إمام نووي وين ملك سيا وهم بلان كقدرنا سمارك محايل لقد أيك إمامتي برهيان ولقد مهمة إن مجتمع ما بلشدا إن واحد برهيان وواحد مهمة الدنيا قربة مركب عن سودي إن شاء الله إن إمامتي دتك هذا حلك هايو أما ما تفلان كمش مرة إن أنا قادو أو ما أتملك قدرنا أو ما أتمل مهمة لسيو دتك حيس كده إن بدن سكولة دي إمامها ما دي الغبرتو يوم جمعوين كجمع هذا إن لسي مل لكن وحوي كل جهة ير أو سمع هذا إن إمام النبي كمده وإن إمامتي لقدره فلان كاسا سيجا ملاجا دار محل بشدي ما تشقفي عنه هيا مدك على حوي ما تهل كان عفرين وفريا ان دتك سيدي دا ديد اوكتا اي وخي غسوين ولا لي العلم وقتك ومحرنا وقتك استان بران كرنا ان انا حد او هرسيدني ما تنان ارديد ير نفديسنا واخ برانو واخ برشد وقتك ومحرنا وحن ما تو شيغها دتك ان ما تي اي سو قران او قاركود حد انو شيغنا جيرتا اني امادان او كقيب غلان او واخ كبرتان ما تي ما حد كان سي وقدم بين إن شاء الله أرضي إذا ما أتمنى تقل جبنيسو وحن إليه هنبليو إن بالين فرحد وينوي أنا فرحد أنا لقى بسني إن برشدة قوة أنفعان وما أرتي إن شاء الله ميلا بدن وما أرتي برشدة أذيق إذا كشقيا الله نقدر وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خير الجزاء إن وحن وقدم بين دونا ما حد دونا إن شاء الله تعالى شيخ عبد الكريم علي عبده فليتفضل مشكورا لوسيط طلاب من ارضنا ودارنا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا وقبل كل شيء وحلوب أن يسمع عربي وتقريتين لأن هو لغة الأم ولا تبي سمع مركينا هو لغة سماري أنكو هذا الله هل يجي دبال لجاري. أولا وقبل كل شيء الله سبحانه وتعالى أيام حدث كله عاف مات كمشان كنا معنا نسيجي وحك استمد عن إلهي قدر كذا كل عن مارت قف كستنا سنت سلاه بسوق عادي اللي يسقوك عن كيان مشان أنا وعاف مات قبلنا مشان عنكو كلنا حفلة عنكو قبسناي الله س أيام حدث كله أنت أسكب كذب وحن هل كان كسلام يا معلنك يا معلمين تكله سو تربيه وحصابري أرددن ووهريه شي خضر حفظه الله يمعلمي تكله الله والقشو دمانو حانك الله كالسلامة يا والدين تشرفت له صح عادري أرددن معرتي دادالي ماشا وعدرها كمبوجيه دمانتين معرتي وحانك السلامة يا سلامة السلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اسكدب لغة العربية وحاوي دباته بدن بيسومرتي الى هدانا دباتهين بدن ايا ku jirta وحاوي ولا لا دغالا ادونك ولا لا دغالا ماشي لله الى لغده كوباد انترناشونال الى لغده كلا waxaa loo bixiyay international language الى يا كانت افراد سنه ملاس لغي امرت دباتاسنا waxay ku bilaabatay gumeysiga macnaha ayaa wuxuu sameeyay markii uu arkay xillanaga aan dalan way awayashan xilligiis ayaa markuu arkay luqada carabiga يا قرآن كريم كأ مسلمين تين لقفوا جوا أيوه حوسم أيه سكول برايمري هالو برتو هل سنة لغة إنجليزية تلياني جمارت سأدرتت مع وارثك حالي قالت وحيد هن مارتي المهن قرآن كجعلي والدين تان يا مسلمين تان جانتي يا لغتك وإذا قال ما يا مارتي لكن هل استعمالها كارتاء أو دين تدل قصة اللي هيو سأدرتت وحيد فرنسكولات كاس وده يا شيخ قارب المهدوء جيست مش
مركي جيستين عرورتي وحي برتين خلصنا كبعدي الحبلو كبعدي لغة إنجليز حفلات بالغبتي كوكوت بيا لي مارتي أي قاربة لسيي والله قد مارتي شقالي وحالي سرال يشار صوقات لحظة صوحرتا تيجن صوقات المركز صوشق تقا مشار بالله قري قفكي مارتي العاك عرس ودتكي كلو مسلمين تو حياركين وحياركين دتك عن مارتي أو باورت وطه أو لحظة سكحرنا هيو وحوغا العاك لقرية لسنا يا مارتي أيه ويلكي شلق كبير كدوسي كاها oo maanta gaari la ordayna wal arkay sida dadteed dugsiyada waa laga cararay marti luqada carabiga waa laga cararay ninkasta wuxuu yiri marti wiilkaaga war hebel maxaa ku dhigay meesha wariya saliga maxaa ku fariisay facas oo majid gaari uu loorday guriga dhistay gabadha qurux badan oo qabso majid ka kac meesha orod ka bax dugsiga marti sidaas ayaa marti lagu burburiyay luqada carabiga iyo quraanka kariimka ilaa haddana waa arkaysan marti dugsigu waa qaadi cudari meel wada ayuu ku yaalaa oo macallinku maartay quraanka ku haya maartay ilaa ay hadda way socotaa sheekadii wax la barto waxa uu adag naxwaha uu adag ilaa ay hadda way socotaa qofka dhaada naxwaha baro ajrumiga halkii xabo toban buu dhalay maartay ajrumiga baraka naxwaha ilaa ay arintii hadda way u jirtaa maartay marka baraaro weyn ayaa dhacay maartay waxa uu yeeshay sheekhu markuu magaalada soo galay uu indhindheeyay maartay wuxuu arkay macnaha in luqadii quraanka laga tagay sida darteed ayuu ummadda wuxuu u furay meel lagu barta maartay luqadda carabiga oo hadda macnaha ummaddaas soo baxday marka walaalayaal luqatul carabiya maxaan u baranaynaa luqadda carabiga luqadda carabiga waxaan u baranaynaa kow waxaan u baranaynaa maartay nabigeena sallallahu calayhi wasalam maxamed ibn cabdillaahi صلى الله عليه وسلم أيا لغة عربية كذا شيء عرب لغتنا عربنا كلها اللي سيدا صن أبرنا مرتي ولغة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وإنا جعلنا دعاية ملك صلى الله عليه مرتي ملك دعاية والقسمي وحوي عرب وال نعيب عربا ولا أبوري نعيب عربا ولا أبوري صومالي وحيث إلى مرتي وحيث سمي مع مايا وحيدهن وحالي عرب متي يكون نفطه bay nabiga kaaga hormartaa maartay bal u fiirso maartay waxay ku leeyihiin maartay carabta waxay ku leeyihiin maartay waa wax odayaasha ku sheekaystaan ninka carab marka la sheego u tagto wuxuu ku leeyahay akhi marxab maya xayaak allah marka ka tagto wuxuu leeyahay tacrif daak abuuhu ximaaran wahuu ximaar u fiirso waxaas dhan waa masabid maartay carabta u masabid lahay maartay waa mid baa maali wuxuu yihi moogday wuxuu yihi maartay meel buu tagay marka waxaa leeyahay war wixii sii kaasi wali xukuma siinayo ninkaas ka qaado kiibuu u tagay wuxuu yidhi waxba kuma hayay orod ninka wax ku ladaraaso waryaa kiibuu ku soo laabtay wuxuu yidhi sheekadii carabta miyaa noo keentay ucduu walaa tucduu sii hana siina waryaa sheekadii carabta miyaa noo keentay intaasoo dhan maxay ku siisaa maartay carabiga micnaha iyo carab sii loo necbiyay maartay carab alla subxana wa tacala wuu leeyahay ina awla annaasi biibrahima laladiina aamanuu wa haada annabiyu waladiina aamanuu wallahu waliyu lmuminiin نبي إبراهيم تذكر راعي إن أول الناس بإبراهيم وحق أوله يهود بات مار إبراهيم أنه نتسنية نصارنا وحيث لمارتي آيدك هو الرسول مارتي نبي إبراهيم أنه نتسنية مارتي مشركين وحيث نبي إبراهيم أنه نتسنية كل مارتي وحمك الله وحيري إن أول الناس بإبراهيم وحق أوله إبراهيم راعيتان كيسا تذكر راعي ورميي مارتي إيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا ضدك مؤمنين تأه يا حق ولا ماذا أنت صرنا يا أجر جرايو والله ولي المؤمنين مركا سياس درت مارت ما بنا أنا مارت إن مارت لغة عربي وحلاش شيءه إن عربي وحلاش شيء مارتي وحاويو حرف دخل نوكو جرا دفع نوكو جرا مارتي لكن س نبي نسأل عياك هذا شيء مدة كلا أمبرنا لغة عربي وحي تاي ولغة القرآن الكريم أنت صقوف المارت لغة القرآن الكريم كتابك مصحف كفر waxaan ku qorantahay luqadda carabiga ku qorantay maarta luqa ingiriisiga kuma qorno talyaanina kuma qorno kisawahilina kuma qorno sidaas darteed maarta sababahaas ee nagu kalifayay luqadda carabiga inay tahay luqadda jannada looga hadli doono taas waxaa kusoo aroortay athartaasna culimmada way daciifiyeen sheekh albani baa daciifiyey maartay waxaa weeye maartay culimo badan baa daciifisay maartay oo nabigena sal allahu calayhi wasalam athar waxaa laga hayaabaa layidhi oo uu leeyahay waxaan u jeclahay carabta saddex arrimood baan u jeclahay liannanii carabiyun anigu caribi baan ahay carab baan ahay
وحاوي مارت الغد أهل الجنة وعرب في عربي مركا أنت أسمك ولا دعي فيه الغد لو واحد دون عربته في عربي الله أعلم وين هذا مارت أهل الجنة مك أقرب كله تقو إلهي أبا أكتاس مك الصواب تاس يعني هو كل فيسو إن الغد عربي عن هرم رنه أو عن برنا مارتي مركا ولا ليال الغد عربي مك برتين مسؤوليت بين فلوس قفكم مركو إنجليز كنت تخرجوا حوا لحد وشرتايو مالها أيو تجايو how are you what's your name وها ما سما لكن صدق عربي ما كي برتان حلقة بهاي وحلقة بهاي يا مارتي مسؤولية دك فولس مارتي إن أدم مارتي دين إلهي أخبرته أدم مارتي سيسعته وداعي النقطه عربي هنا وحوي يهونتي ما أنت إمام النبي وحبه نص مارتي وعلى رأي نص إن ده أنا إيش إيش أياكم معلم بالي مارتي إيش أياكم معلنا وحوي مارتي لغة عربية إن مارتي هرتوا حان لصي لو كلامي كروان لصي مارتي وصي دون لو هل كرمارتي هذي قوي النقطة يا هذي النقطة مارتي وري ربطة وري هذي النقطة هذي النقطة تختار يا عافمات سكست أنت أصلا وح محل جودي وحال جودي لقد عربي معناها نوع كست أرض أبرنا مارتي وأنا الصفة تامارتي مرك أنا قدرت بان وأنا براروسين وحيكون براروين يكود دم بأو معنا لقيا بين الشريط كان داودان إنه جرى معناها معت لقد عربي لو برتوا مدقعا أرضنا السيو أو ليرى الإمام النووي وكل لو ودك كيا خاصة مجال الجارسة خاصة حافظ الصنة بعد كبراروني قدرت بان معنا سداس أي معنا أركي دونان أو فهمي دونان مرك والله العلوم العربية way fanniye badan tahay ee imaamu nagu waxaan aranay in maartay aan luqada carabiga bas lagu baran waxaan arkayna kutubo far badan oo la akhrinay waxaan arkayna waxyaalo far badan oo shicir la daldalay maartay arkayna marka waa law kaleebo macad weyn oo fanniyada carabiga lagu barto weeye maartay marka waa luqada carabiga funuun badan bay leedahay culimadu waxay gaarsiin 12 fanni 12 fanni haddii aad macnaha soo baratay maartay xogaa luqada carabiga hadalkii iyo تكلم كيو فنية بدن بين لغة عربية وحكم إذا النحو جرو نحوه حكاه الله كلمة آخر كذا حضر محمد دال كاسك الله بس وحاجة واحدة صرفي صرفي وحكاه الله كلمة السلوك اللي ببدل مارتي محمد حامد محمود أحمد يحمد وحصرا الحمد كل وحكاه الله صرفي مارتي وحيلاد هاي لغة عربية وحيلاد هاي waxay leedahay 12 fanni way waxa kamida balaaqada oo saddex inaad baratay roob waxa soo dhamaartay ilmu al-maani al-bayan al-badi' waxa kamida maaratay al-arud wal-qawafi waxa way u fiirso dad badan baan xarba maaratay in maaratay luqada carabiga ay si ku sii dadalaan oo is joojin maaratay waxa kamida al-arud wal-qawafi arudku waxa way shicirka dartan laamiyada carabna loo akhinay بحر طويل بحر اللي ذا يقصد عمارتي يا فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل بحر طويل أيوك صعد عمارتي مركا قوافيدي وحاوي وهورس كذا بق الوهرنا عمارتي وحاوي أدب أيات شر عمارتي هي شعر إن هذا وحاصر أن الله ود عربي على كهرم بحر عمارتي أو سيوده وحولي الخط كتاب أيولي قواعد ملا أيولي sida wax loo qoray la maartay marka barita wax qor loo dhaw adoo afka ka hadlay waxaan rabaa inaad maartay calaamada tarqiimka meesha faasilada meesha nuqtada ah calaamada istifhaamka ah calaamada tacajubka waxa soo dhan inaad macnaha taqaan maartay oo luqadda qof macnaha kaamil ah aad noqoto maartay oo luqadii aad u yaqaan maartay meel kasta ka dhisan aad noqoto marka walaalayaal waxa marka saano kale aad u bartaan luqadda carabiga dardaarankayga waxa weeyo meel waxaan ku noolay biya oo environment luqadda carabiga aanu ku taageerin marka inta ka baxdo banaanka u baxdo hadaa suuudiga degantahay qof arab ka hor iman af carabiga kula hadli laakiin inta waxa ka hor iman saaxiibka haye waray iyo raaxi made oo inuu xaflada ka soo baxin ashan maarti yaa mid kale ka hor iman ee xaqiiq socota niyo qad degay iga qalli xogaa waqti kuma haye carabiga awi war iskii lobi 24 hours maanta dhan waxa lagu hadlaa Soomaali saadarteed luqadda si lagu hayn kara luqadda waxa lagu hayn kara maartay
إن مارتي فنونتي عربي لدبقلو أو مارتي علوم الشرعية لبرتو لغة عربي هداد بارتي أو آد بارتي سيسعو تفسير القرآن كبلو سأوهر علوم الشرعية مارتي علوم الشرعية وحالة علوم تمكا برنيس أجر أدكيليس وحاكم إذا تفسير القرآن كريم برو وحاوي سنة كان هذا سنة سنة عصوبة بلا زمان لا بعتنجس طبعا جس تفسير كمال صار مرتين حديث تقل هي 40 كقبل لو عمدها كحجي برو مرام كحجي أنت أصف النبي وحن وحن جعل إن معك كنا شق وكوب حي مرت بعد كده كرت مرت صعه حديث تي وعلوم الشرعية سداس أبرو قف وح أخريه وح مطالع نقو أو منها رسالة ينكر عربي كقرن صاقدو ما نبي رسالة بمه واحد كود جلماش فهم كلمة ده مفاعل با من مفعول با محال با من مصدر با مفعل با كلا فهم أفرزه وحنا ما أرتي دباه تأ أنت أصل الوسو دلالي أو لغة عربي الوسو براي لغة عربي تذكر برتو تذكر ويكد وين هم ما هو شيء مارتي مرة من ما أرتي ويل جاك حيرتي أو لغة عربي ملا أنت كوب برتي مارتي أرضه وحنا علماء ومسائل كتابك أخري مرة من جوار أفك بدوستي وملاها كيف حالك وهي سمارتي وحرمنا مارتي قبر داعية ده ودين تلاني فافسه وأربعين كم مدة قبل لوضة علماء ذي هرا النحو محاق بصدي دبعته وين بحست مارتي شيخ مركو كتاب أقنع جنوب وحكولي جاء الزيد زيد بقى ماذا جاء فعل ما مبني على فعل محل العراق هي الزيد فعل مرفوع علامة ضمة ظاهرة في آخر بس تصالة كلمة كذا كرمارتي وحكى له تصالة ما هي لبك تجي لما قرنسا وحبة هي حوار الحقوبة هي اللغة العربية وحقوبة هي معتي ونوي وقلمارتي أي حقوبة هي معتي وحقا التكلم كيئيو تصالياشي بريد ودهو جاء الزيد المكويري حضر محمد ذهب خالد نام عبد الله مربا وحق صاقا قاتو مارتي لقد أخذ حياعو تذكي الساس سمين لها وأيدنك مارتي وأيدنك حتى لكن عربي صبرتي ما لها مارتي مارتي اسكتكتو اسكفريستو ما أها وأين الدين تلاهي لغة القارية انت نقف مانتا دي داعي نقدان والدين تلا إيفافيان وقبله مارتي كتبتها آخريان عربي صبرتين شيقان وأوجر جارتين دين تلا إلهي أوجر جارتين مرتي مركا إن شاء الله تعالى وجدنا هذا وحويه إن دتك ماشى كتخرجي أي مارتي دين تلا إلهي مارتي دعاء أي نقدان والدين تلا أي سيد حق الله مارتي ماشى أنا أي سكوهرين وحوي والصيادة دي درداره وحوي وأتي الله مارتي ودردارمي ولقد وصينا الذين وطول كتاب والغد السنة الذي والغد السنة الذي وطول كتاب الذين من قبلكم أن اتقوا الله الله كعبسي يا صدق دار منا مرتي مرجع آدي آد يوم هسنتين وجزاكم الله خير وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خير الجزاء إن فلقوا على قدر أيه وحن أكون رجل إن شاء الله تعالى مدير المعهد شيخ خضر فتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدبانين سلامي لما أنتم وسلامي مرتشرفتها علماء الدينك ضدك محوها ضربة سيجارة متخرجين رمان وان سلامي سلامت سلامك أنتم سلامي مر لبعض يا مرسد حاط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي بحيل هذان كل يهبل وحا تقانو مخور شيغا كل يوم حماش صون نبت وحياة هاي حفلة دي محوها متخرجين تا عن فرحة اللقب سنة إني إلهي بنا سبحانه وتعالى كم هتصان الناس ورجليي ثم إخواتي سوء أبو الشيء ومحوها هاي حفلة الناس ورجلي سي بأيضا محوها هاي شكرا جزيلا إيجان على لنا هاي أنت كذب وحان إن شاء الله إن شاء الله وقت وقاد ويري هاي مر هذا الوقت ويري هاي نمحو هاي مسها محيس إن واحد بنلقى ورمو وحن ربا إن شاء الله إن أنا يرد المرو تاريخ المعدك تاريخ المعدك معدك هرتا مجيء صوات شكتيان وحال إلى المعد الإمام النووي لتعليم اللغة العربية ومتونها اللغة العربية والغبرتا متون نمحو هاي والغبرتا أحاديث يمحو هاي النحو ذا فقه يمحوها هاي التربية كلا دوان إن طبعاكو أخرنا الحمد لله معدكو وحالة أساسية لبديكم يمحوها لبي طبعاكي بشي شناد هذا نمحوها هاي تضبية طبعاكي ما قال لي
ومدشان سنة محوها معد محوها ماذا حلق لي معدك وحيابها أقول بضانا واللغة أخرية اللغة العربية مركي اللي يلي هذو اللغة العربية ذو تكلم ككلية ماها سيدة أوشا عبد الكريم أوشا جزاه الله خيرا نحو دي واك اللغة العربية كمد صحافة دي واللغة العربية التعبيرات يوحي الخضابة الإملاء محوها جمل مفيدة الرسائل يوحيابها صنو ويسوهس قليا محوها أمثلة العربية ثقافة إسلامية وحصن اللغة العربية وي فنيضا وشيخ وكشيكي واللبية طبعا كأنا ويلاد هاي لكن واحد يقول مهم صنع نقو عن ماشا عن معتك أوفر ري وحيا هايد انت بضا صومالد ودين تويد لغتا وآخر ستا نحوضا وآخر ستا مقرراتك إيا محوها هاي يقاد بآخر ستان لكن استخدامك إيا استعمالك اللغة العربية دا ماشا كبحي تاسو معتك أصل كيس أو أساسية هاي إنا نستخدامنا ونستعمال له oo aan ogaano luqad carabiga in lagu hadli karo macadka saddex qaybo buu ka kooban yahay qayb waa dawladda ibtidaaiya qaybna waa dawladda mutawassida ama i'daadiya qaybna waa dawladda mutaqaddima saddex qaybood weeye waxaan u talagalay ardaygu insha Allah inuu 9 bilood uu ku taxarujo 9 bilood markaan leenahay ardaygu waa ku taxarujaya macnaheedu waxa weeye furayaal waxay ku metelaan qofka shahaadada qaadanaya midna ee dowlad shahaadada ka qaadanaya guri 10 albaab leh oo hal muxuu ahaayay albaabka furiisa lagu siiyay halka albaabkii ugu horeeyay laga furay 9 kale way ku sugayaan luqad carabiga ardayga shahaadada ka qaatay macnaheedu ma aha in luqad carabiga dhameeyay ma waxaanu ka marqaati ka caynaa oo imaam Allah la hortageynaa in luqad carabiga uu dowlad inta la inala joogay sidoo kale uu ku hadli karo luqad carabiga macadku furuuc buu leeyahay oo hadda muxuu ahaayay hadda ka hor furuuc muuna lahayn laakiin hadda furuuc cusub buu leeyahay macadku farci ugu horeeyay waxaan ka furay asalkiisu waa magaalada Garissa farca muxuu ahaayay kubad waxaan ka furay magaalada Nairobi taariikh muxuu ahaa bishan muxuu ahaa January 20-keed aan ka furay farcu macadku iska leeyahay Isli macadku kulli dhurufa farabada musoomaray oo aan ognahay inagu deedad muslimiina baan nahay oo muxuu ahaayay macaahida ama madarista wax muxuu ahaa dawladdu hoos dacmisay ma ogin waxa inuu ku tirsanahay ama nolosheena si guud ahaaneed muxuu ahaa noocisantan waliba waa uu dadka muxuu ahaa ardada wixii ka soo baxaya iyo muxuu ahaa in kolba maareeytay masaajidada la isteego marka macadku dhurufa farabada musoomaray galaasada uu ka kooban yahay waa 4 galaas macallimiinta joogta ay ilaa 3 weeyaan muxuu ahaayay dhurufaha oo macadka haysta waxa kamida ardada hadda meesha fadhida waxa la oran karaa wadanka ka soo qayb galay intooda badan waa ardada ashqaas baa ku jira waxaan ardada ahayn wa maca dalika ay tahay meel ciriiri ah oo aad waliba dayiq jidan u ah oo ciriiri ah oo macadka u soo banin buu degan yahay waa dhuruf haysta muxuu ahaayay macadka insha Allah wada dhacmeed bay Soomaali u tiraasay u kareen baa loo kala guraay waan sabrayna insha Allah markii suweyn oo muxuu ahaa caalami ah baan ka dhigi doonaa hadii Ilaahay ilaado sidaasan Ilaahay ka rajaynayna subhanahu wa ta'ala mutakharijiinta waxa ay muxuu ahaayay maanta ardayda noo qalin jabinaysa dad badan baa kasoo qalin jabiyay oo dufcadani waa dufcadu 11 dufcadii 12-aad weeye ardayda ka qalin jabisay macadka 185 arday weeye 185 arday ba marayaan inta aan shahaado siinay oo muxuu ahaayay dowrooyinka aan soo sheegnay dhameeyay ardada maanta noo qalin jabinaysa insha Allah waa 20 arday weeyaan 5 waa gabdho 15 waa rag weeyaan ardada qaybba dabcan dhuruuf ay wax la soo dirseen oo maqan 3 arday meelaha oo maqan yihiin inta kalena insha Allah waa haadirin ardada muxuu ahaayay qalin jabinaysa 4 arday waa mumtaaz muxuu ahaayay kulliiba darajooyinka macna shahaado lagu qoro 4 arday waa muxuu ahaayay waa mumtaaz 2 arday waa qabuul 13 ardayna jayid iyo jayid jidan bay isugu jiraan insha Allah shahaadeena ku taala hadii Ilaahay ilaahdo Soomaali waxay ilaahdeen calool geel nimba wuxuu gashada kala baxaa macnaha geel hadii meel daaq la ho fiican aad ku aad muxuu amaan ka soo u soo daaqo dacaana fiican uu ku yeelan hadii muxuu ahaayay meel abaar aad ku siidaysana habeenka caana ka helmaysid marka nin waliba wixii uu muxuu ahaayay uu keenay baan u qoray annaga waliba cadaalad fara badan insha Allah ku shaqeynayna hadii Ilaahay ilaahdo ardada waa la dardaarmi lahaa iyadoo waqtigu aad u yar yahay
وحن كرده دار ملها وصية الطلبة سورة العصر بن نقول دردار ميا إن شاء الله وأنا ونفسي ذكر بالله بيا سببته واحد من بلغها الله اللغة العربية يفضل جيدة يوم من حراه سوى مرتي يمحوها نوعية كده دوينا ولا جور رمي وحاله يوقف كه هذا البنا هذا الكاوه الرئيو وحبك هاجم تجو قف هذا الكاية قن هذا كاجا دم بينا هذا الكاجا وكده بتجو وبابين مركا ضفر بضم بكه الله يمحوها اللغة العربية يفضل جيدة مركا إن شاء الله انت هسان يا كل عافينا لكن وصية أرضى إن شاء الله سيجود هنيد بنا ولدر دار ميا الله سبحانه وتعالى سورة العصر يبو إنه ولدر دار مي وأنا سورين كقرآن كأوجا أم بلغت الماما الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهذا الوحال جسوا جوريا أولي هاي لو ما أنزل الله في هذه الأمة إلا هذه السورة لكفت حدي إلى هاي سورة قرآن أو كالأون سودت إلا سورة والعصر إجابا موياني كل جد بابا كوف اللان لهي أفر الرمود أدوا وين بك هذا الشاء كل كهرنا قاعدة جود بحصا سورة دا سامحوها إن كوف اللان ودمان تيم مسلمين تكوف اللان إله سبحانه وتعالى وحوليها والعصر إن الإنسان الله في خسر عصر جا مع عصر جا مركل تشوجا لجاه ضياء وعين هذا كتشرو مع عصر النبي عليه الصلاة والسلام بلجاه ضياء مسألة عصر بلو تشي ذا الله أعلم تفاسيرته ويفر بدينهن كل يبوا مخلوقاتك إله سبحانه وتعالى ومحوها وكبر توي وحو إلى هاي كرات مرك يسوي هذا الكيس الحقيقي هاي عصر وكرات إنسان كلما أنت خسارة كسرين يبيه جسم الإنسان هدي له هذا جنس الإنسان مرك له معناها وح كسر بحية أو كسر هرية مشرو بين آدم كلما أنت خسارة كسرين يبيه استثنى لا يمت إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هو إيمانك الله جه لي أو ولي بإيمانك الله جه لي علم كبرتي وإله الرميي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام الرميي ودينتا بكاملها الرميي وقيامته يوحي كالي عدوانا محوها هاي الرميي قفكا سكبت بادي وعملوا صالحات عمل وناكسنا سمي عمل سمي لما ورنا عمل وناكسن بسمي بلي صلاة صونكي حجكي جهادكي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا خيراتك أرمى لبدا أرهم المركو قفكم مارت إلهي والرميي نبي محمد عليه السلام والرميي عمل وناسن ولي ما دو كلي انه ما عند الله فرستو دا وان عباده سنه الله وان بانا طريقه الصح ما اها وان ودك حق ادر دارمو وتواصل بالحق بالى هالشيء حق انه ودك ادر دارما لا يلو ان قرنين اي وخي حق ومارته ودك ادر دارمو كدب مركو قف علم ييشو وإلهي الرمايو ومحو هاي ودك حق ادر دارميو وحان شكي كوجيرين حق ادر دارميو انو دبك سو غاري مركز إلهي وكسي كبه وحيره وتواسو بالصبر صبر مركي اللي يدهد ذو وادقران إنسان وموضوع قوني وهو أمحو هاي أباهن إن ميلة قوني محاضرة قوني ألا قاها الله أفرطاء الرمود بان إن نوضر دار ميا إن أنمارت آنوصا مرو علميقا عربية ده يدينتين إن أنوصا مرو أنس قارسينو أوقف محو هاي اللغة العربية وحكاية غاناي على الأقل مركي ويرتاي حافدي سبالين وبرؤو أسرة دينية تتكلم باللغة العربية وكسو صارو ونوال بإلميسة يمحو هاي إسلام ولي بأذي جيدة ينو ولي يمحو هاي إسلام تيسة إنو لغة العربية دي مجتمع ومارة أوبرو أرداد محو هاي متخرجين تا سيقارة وحان ولاسي دردار ملها كو وحان عصانا يهارت إني عفيان أنيقا مسامح باديتي إن شاء الله مسلمين طوردن وبالذات يسيقارة هانين محو هاي دلبة المعد الإمام النووي رحمه الله تعالى سيقارة هانين قولة متخرجين تا وحاد مودا وحقات سيقوتين هانا شهدينك مركي قادنا يان معنى هذه إنها توان كلي تجينا، مرك عفس بان إن شاء الله من كذا البن، صوته عدد ميل وتشويه بين ناهين، وحلقة يابا معلن كوا وحس كذي بدن، كرال إنه حنا قال غيابا، مرك قارك إنه قلبي كوا قتال غيابا، مرك إنا سعفنو، حاجة عفس بالكتين إن شاء الله تعالى، إذا كان عفس بان من كذا البن يا، وحان إنه قدر دار ملها أو كله، إن أض مواصلة وحال إذا أصعب شيء للطالب، قف كأرض جا وح أود بدن، وإنقطاع دروس. إنه عشرين تشوتشيو شهادة غلطي معنى هذا ما هنا لما يصير اللغة العربية ومفتاح الفرق قبل الجوسيي سوى طبعاً كلنا هاي معاهد كلا كبير مراكز كلا كبير مدارس كلا كبير ما اللغة العربية اللغة أخرنا يا كلا كبير أو كغيب قال هاي اسمه اللغة العربية هنا لما يصير صار اسمها معنوه وحوي وحوجات دوري قبل الجوسيي سجال بلاضة معنى هذا فرق هل الباب اللي قافري ماشى الكجل اللي هيد بلغة تصي اللغة العربية أنا طبعاً يسهل أمّا لأن أرضي هو.
هذه الحفلة وحنا نقوم هذه علنا بعد الله قروح بدن حد مودا حفلة ده حفلة ذكر لأن كسر قروح بدن طاي سومالي وحي جالان قبلها شو حلا ويديا ليولي يا أو قروح بدن بليدي قبلها يا أو قروح بدن بليدي قبلها وحلا يروح أو قروح بدن كل بهذين كاتي عروس مو هما ما سومالي يدوي معنا وحلا قبلها قبل عندي عروس بالله ديارنا وقبل القروحين أو قبل محو هاي لقاش قيموي مرك كل بتي عروس أو قروح بدن وحنا كولا حفلة ده قدوم مدة كذا بيسو يعني كسر في عن هاي المدة محوها وقت ودير هذاي إن أنا كسر ديرنا إن شاء الله هو مر ربنا هدي إلى هيدا هذا هذا الوحي هراء اللي يري يدردارا يوصية تقوى إلهنا ولا نقدر دارمي وضربت ضلك ضربها هنا ويكفر فرتين شاقنا محوها يوين وردر دارمش عبد الكريم جزاه الله خيرا صدق كلام محوها وحيابه وكهلي محوها أخونا إسماعيل جراد قري وأدوتهين هذا حلم هايو لكن وقدم هاي وضقي مجال هذا إهورة وحفر بضم كهلي وأنا طالب من طلبة معهد الإمام النووي رحمه الله تعالى صدق كلام حاتيرة قلي أن جلس وقيب جلين أو كن صلاها أو دولة مارتة جارسة من كسر قيب جلين نوري بكم قيهين محو هاي كل حفلة دينا وقما أن تلاقي وحن كعذر دارنا إن والدين فربنا ما نلو تلاقي إن شاء الله والدين تينا هالمر أو جوني أنا ويرنا رنا إن شاء الله يعلم هذا دي له إلى هذا وحان نكرر دردار منا إن إلهي كعب سلطان إن ليس عفيو إن أنا سجارة عفيدان إن لغة عربية يمحو هاي إلا سي ولا أن لتشوتين إن هاسا محو هاي نكرر دردار منها إن شاء الله وقت وقابا درتيد بان أسو كوبية هدي له إلى هذا وحي هوري الأخرين يبين غفلا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا نهار ملاها إن شاء الله تعالى وحمد الله وينا إن شهادة نقيبنه إن قف كسم ويعيس له يري شهادة هل كان أوصل دونته أما جوارها أما ويلها هل كان الله يماضه وقت كنا إن أدب ويري هيا لبو عيارين قف كلو يري رقصها صاكع ورقصها ويماضه اسكال عبد الفتاح عبد العزيز عبد الجامع عبد العزيز عبد الجامع عبد العزيز صار شهادة لبعض وعائشة محمد شيرة عائشة محمد شيرة صحيح سمرة طيب عائشة حاشرة تنسد هذا يعني عبد الخير آدم عبد الخير آدم إبراهيم محمد آدم صباح خديجة عبد القادر عبد الشكور حسن محمود بسرعة شيخ انس بوسين فائزة ضلال عبدي انت سايب بسرعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله